كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة ينقلها والصحف اليمنى تحملها أيسرك أنك قائلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. مهما كانت عند الإنسان من قدرات وكفاءات إلا أنه يعجز عن كثير من الأمور كون يديرها وحده، لأنها تحتاج إلى جهد كبير وقت طويل باش يديرها، لكن بالتعاون مع الآخرين يقدر يختصر الوقت والجهد ويحقق إنجازات وأعمال كثيرة. في حلقة اليوم جبنا لكم مثل جديد حول قيمة مهمة من القيم الاجتماعية واللي هي ضرورية في حياتنا اليومية. مثل هذه الحلقة يقول يد وحدة ما تصفق. نروح نشوفوا واش قال الناس. هذه يقولوها على خاطرش ما كانش حياة سرى بلا تعاون وتضامن ما بين الناس باش يكون تقدم ازدهار، هذا هو سر النجاح. هذا يعني ملي يد وحده ما تصفق، يعني المعاونه تغلب السبع. اللي يتعاونوا خير من اللي يد وحده. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان؟ باريكزوم واحد بغى يديروا له اوبيراسيون، واحد باغي يعاونه ما عندهش مكتوب باش يعاونه كومبلي، يلقى يتعاونوا معاه ناس باش ينجم هذا الانسان يدير عمليه. كي تكون في عرس تصفق وحدك؟ ما تصفقش وحدك، صبقوا كاع صبقوا ونرقصوا ليه ليه ياك. هذا المثل بور ما يعني باللي زعما لقى الناس يتعاونوا فيه رحبوا على الخير، لقى زعما نكونوا كاع زعما خوت فيه رحبوا وحنا كاع زعما متساويين وربي كاع خلقنا كيف كيف. تدير المعاونه كما المعاونه تغلب السبع، واحد يكون مغبون ولا في خدمه، كما الناس كما في الصحراء يديروا التويزه مي يكون يديروا الاخر. في هذه ما قدرتهاش. كلماتك هل تتخيلها املاك كما مثل لو جمعنا عدد من اشطاب الشجر واردت ان تكسره هل ينكسر؟ ولكن لو اردت ان تكسر واحده منهم لانكسر. هذا هو المعنى تاعها. اذا كان واحد إذا كان الروحه من يجمش من يكون جماعه تكون عندنا قوه، ومن يكون وحده يكون فاشل على اللي تكون جماعه. لقنا نتعاونوا ونديروا اليد في اليد ونتعاونوا باش كيما نقولوا يد واحده ما تصفق، كيما قلت انت لي صافي جيدين تصفق نتعاونوا، واحد يرفد واحد. كالبنيان المرصوص اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يعني الانسان كيكون وحده ما ينجم يقضي والو، يكون معاه اللي كاتبه، هذا هو. دروك الوقت اللي وصلنا دروك ما كان اللي يعاونك، ما كان لا كيما نقولوا لي تروح تجمع معاه ولا يحكي لك على همه، كل واحد يحكي على همه. دروك ما بقاش اللي تعايد تعايد وحده ما تصفق، كل واحد وكيفك، كل واحد وكيما عرفها. كلماتك هل تتخيلها أملاك المعاونة تغلب السبع كما يقولوا، باش واحد ما يقدر يدير والو في هذه الدنيا، كما اليدين هذه، يد واحدة ما تدير والو، بصح جوج يدين يقدروا يخدموا حياة، كما زعما معاونة تاع جماعة، كما تكون جنازة زعما في حومة، جنازة واحد مولاطر ما يقدرش يكملها وحده، يلاق الجوارين يتعاونوا في هذيك الجنازة، كما الحمري كان فيهم التقاليد وهاد الصوالح. بصح دروك مع الوقت ومع العادات وراك فاهم مع السنوات هادو الجدد اللي دخلت تاع 2000 وارواح هاد العادات نقصوا تاع المعاونه تاع واحد يعاون خو تاع شويه. توتي كوليكتيف توت ان ترافاي ديكيب بيان سور الونيون في لا فورس فوالا ا مون افي. وبكري كان واحد عنده عرس جوارينه كاع يتعاونوا الديار كاع ينحلوا، هذه تجيب زلافه هذه تجيب شويه طعام هذه منا تفوت ولا عرسه ولا جنازه ثاني، هذه زلافه هذا طعام هذا مغارف منا الجنازه تفوت، تجي حاجه زعما شابه وبالخف وفاهم واحد يعاون واحد. بصح دروك في هذا الوقت الحالي نفسي كل واحد راه يشوف غير نفسي هذا مكان، يشوف غير صوالحه ويشوف غير الجانتيري تاعها، يقول لك غير تخطي راسي هذا ثاني مثل تخطي راسي وتفوت. يا نورمالمون يد واحده ما تصفق، اللي كيما نقولوا نورمالمون اللي ما عندهاش خوته ولا راك شايف خويا، يعني باللي وحدك ما تنجم دير والو، ما تبني ما دير حتى حاجه. يد واحده ما تصفق سيبري، احنا رانا في جماعه نخدموا 10 مريحين واحد يخدم، ها نكون نخدموا احنا 10 كاع كيما رانا نبنوا حاجه نديروها نديروها، بصح كي تكون واحد
20 مريح وواحد يخدم، هذه هي. مشاهدينا الافاضل، رانا سمعنا اراء الناس في مثل اللي يقول اليد وحده ما تصفق. ما كاش منا اللي ما يعرفش قيمه التعاون، فهذه القيمه الاجتماعيه ضروريه في حياتنا، والاسلام حث على التعاون بين الناس واللي هو اساس النجاح في كل الامور، ويشمل جوانب كثيره في حياتنا اليوميه تجمعها كلمتين البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان ويشد بعضه بعضا وشبك بيديه. يلا في رحبة نغرسوا هذه القيمة في حياتنا ونعود نفوسنا عليها. وهنا وصلنا لختام هذا العدد، نلتقي في الحصة القادمة مع أحلى الحكم والأمثال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلماتك هل تتخيلها؟ أملاك الرحمة ينقلها، والصحف اليمنى تحملها، أيسرك أنك قائلها.